مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، بحيث قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة محمد زيان من خلال تقديم شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك طبقا لمقتضيات دستور المملكة، لا سيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤثرة لدولة الحق والقانون، وتبعا لتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها محمد زيان في حق مؤسسة وطنية. وحسب بلاغ توصلت شوف تي في بنسخة منه، فإن قرار وضع الشكاية يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير. وأكدت وزارة الداخلية أن لجوءها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون في نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، وزارة الداخلية تتقدم بشكاية ضد محمد زيان بعد مهاجمته لمؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة. شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تي في، وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.